النهارده معانا طريقه تركيب العداد. طيب يا جماعه، العداد اللي قدامنا ده هو اكتر نوع منتشر في الاسواق، وهو يعني يعتبر العداد اللي موجود عند اغلب الناس، تمام؟ فهنعمل عليه الطريقه وهي هي في اغلب العدادات التانية، تمام؟ طيب قبل ما نتكلم بالشرح، حب نقول لكم ان في عداد بيبقى وايرلس بدون سلك، وفي عداد بسلك. اللي قدام مننا ده بالسلك، تمام؟ طيب ايه فكرته؟ ايه فكرته بقى يا جماعة؟ اللي معانا ده مغناطيس، ودوت السنسور، تمام؟ ودي القاعدة بتاعت العداد. انت مجرد ما بتحط العداد داخل القاعدة، تمام؟ ده ما احنا هنشوف كده دلوقتي. احنا يا جماعة دلوقتي حطينا العداد في الايه؟ القاعدة بتاعته، وبنيجي قبل ما بنركب وقبل ما بنعمل اي حاجه بنجرب كده. مجرد ما انت بتمشي المغناطيس المفروض ان هو يديك ايه؟ قرايه. ابص نقرب كده على الشاشه ونشوف مع بعض اهو. بصوا يا جماعه دلوقتي انا هبدا ان انا امشي المغناطيس اهو، بدا يديني قرايه، تمام؟ اذا فكرته ايه؟ اللي احنا هنثبت السنسور اللي هو الجزء ده في الفرش بتاع العجلة، والمغناطيس هنثبته في السلك المقابل للفرش، تمام؟ فكل ما العجلة تلف ويعدي قدام السنسور هيدي لك قراية. ابصوا لما اجي انا اعمل كده اهو بيديني قراية، تمام؟ ايه يا ابني عمال يتوقف ام العجلة ليه؟ تمام. ده برضو بتيجي بتفتح الورقة او الكتالوج اللي مع العداد، بنلاقي فيه زي ما احنا شايفين كده اهو السايز. لو انت عجلتك رود مثلا بتختار ال 700 سي، ده اختصار للايه؟ للعجل الرود والعجل الهايبرد، تمام؟ اما ليه الارقام اللي جنب ال 700 سي ده؟ يعني 700 سي في 38 ملم، 700 سي في 35 في 32 في 30. المهم العجل الرود بيبقى 23 او 20، ده مش موجود هنا، او 25، تمام؟ والعجل الهايبرد بيبقى ال 28 او ال 30 او ال 32 او ال 38 او ال 40. المهم انت بتعمل ايه؟ بتاخد الارقام اللي هي 2180 2168 2155، الارقام اللي هي الجنب بقى دي، بتشوف بقى مقاس الكاوتش بتاعك وبتكتب الرقم ده. ازاي؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي اهو مع بعض. بتفك يا جماعه العداد، ممكن تفكه بعمله معدنيه او بمفك عادي. مجرد اللي عليك، مجرد ما تطلع الحجاره، تطلع الحجاره وتحطها تاني، حطها تاني، هتلاقي العداد اتفرمت معاك. هتلاقي العداد اتفرمت معاك، تمام؟ اهو جايب لي ارقام، تمام؟ هتكتب انت بقى الارقام دي حسب العجلة بتاعتك. يعني انت لو عجلة 26، هتدور على مقاس 26 اهو. شايفين يا جماعة الصف التاني ده، السايز التاني ده 26، 26 في 1 و 2 او في 2 و 1، 26 في 2، 26 في 1 و 9. الارقام اللي جنبها بتكتب حسب ما انت عايز. لو انت 26 اللي هو الماونتن، لو انت عجلتك 24 برضو بتكتب الرقم ده، تمام؟ لو انت عجلتك هايبرد بتكتب ارقام الهايبرد اللي فوق، لو عجلتك رود بتكتب ارقام الرود. المهم بتيجي هنا مكتوب 2070. طب انا عجلتي رود اللي انا هركب عليها العداد يبقى 700 في 23 اللي هو كام؟ 2105، 2105، تمام؟ طبعا انا دلوقتي 700 في 23 2105، تمام؟ فبنيجي بنفرمت العداد وبنكتب 2105. طبعا انت بتكتب زي ما قلنا 2105، جميل. هبتيجي هنا كده 2105، يبقى انت هنا تحط الخمسة، تمام؟ وبتروح على التانية 2105، انت هنا بتحط ايه؟ الزيرو
وبعد كده بتحط المية. كده احنا يا جماعة كتبنا القراية الصح اللي هي مناسبة للدراجة بتاعتنا. تيجي بعد كده بتدوس هنا، خلاص كده خلاص العداد اتبرمج صح. تمام اهو نفس الكلام، القراية اللي احنا قريناها للمقاس المطلوب حطيناها اهو، 723 2105. اول حاجة يا جماعة بنجيب القاعدة نركبها بالشكل ده كده، بحيث ان ايه العداد هيكون كده قدامك مقابل لايه لعينيك، فلازم تتأكد ان الجزء ده هنا، مينفعش حد يركبها كده طبعا بالمشقلب. ليه اللي اتأكد الاول؟ عشان قبل ما تعمل بالافزان تكون انت اخترت المكان المناسب. في ناس عايزة تركب العداد هنا في النص، تمام، فهيجي هيلاقي ان ديت مش هتيجي في النص، لا هي بتيجي ازاي؟ هتيجي سيادتك بكل بساطة، هتشيل ده، هتلاقي تحت منه هنا في مسامير، هتفك المسامير، هتفك المسامير وتعوج، تمام، فبتيجي انت بتشيل الدبل فيس ده، بتلاقي هنا في مسامير، مجرد ما بتفك الاربع مسامير دول بتعوج الايه الجزء ده، فهيجي معاك في الاتجاه اللي انت عايزه، سواء اللي انت تحطها هنا بدل ما هيبقى كده هيبقى كده، فاهمين قصدي؟ يعني دي هتتعدل معاك، لكن هي دلوقتي مصممه او معموله على ان هي تتحط فين؟ هنا في الجزء ده في الجدول، فاحنا هنحطها هنا. تمام يا جماعه بتدخل الافيز اهو، تنزل بقى للفرش علشان هنلف دي لفه كده عشان السلك هيبقى طويل معانا. نحط بقى العداد وبننزل. طبعا يا جماعه احنا بنلف دلوقتي السلك اهو علشان ما يتقطعش، بنلفه هنا كده تمام. تحس ليه بقى بلفه هنا؟ عشان لما تحرك الجدون يمين او شمال يبقى معاك ايه السلك مرتاح ما يتقطعش منك، فلازم تعمل حساب كده. وفي نفس الوقت ما يبقاش ما ينفعش السلك يبقى مدلل، يعني انا لو ما لفتش السلك وسبته بصوا على ايه اللي هو اطول من الطول اللي انا عايزه، فبرضه ممكن يتقطع مني، انا عايز احطه هنا. اذا كل السلك الزياده ده هلفه فين؟ هنا كده على السلك ده عشان ما يتقطعش. طيب احنا لفينا السلك اهو ماشي، وهناخد المقاس اهو، المقاس كده كده مظبوط معانا. تبتدي تحط بقى ايه السنسور هنا كده مثلا. تمام يا جماعه انا عايز اوضح حاجه بس، اللي انت السلك عندك زي ما قلنا ولا يبقى يعني مكلكع ولا يبقى ايه مشدود على الاخر عشان لما تيجي تحود ما يتقطعش منك. المهم عايزين نلاحظ برضو حاجة تانية هنا، بصوا يا جماعة المسافة هنا، المسافة هنا ما بين الفرش وما بين الأسلاك، كل ما بنزل تحت أهو أوريها لكم، كل ما هبتدي أنزل تحت كل ما المسافة بصوا بيبقى قريبة جدا منين؟ من السلكة، وكل ما طلعت فوق كل ما المسافة ما بين أهو بصوا ما بين الفرش وما بين السلكة بعدت. طب انا اعمل ايه؟ أنا لازم المسافة تكون قريبة جدا طيب عايزين نلاحظ حاجة مع بعض، ان السنسور والمغناطيس لازم يكونوا في اقرب نقطة تمام، يعني كده بعيد وكده هيبقى ابعد تمام، فلازم اللي انت تنزل تحت لان المسافه تحت منين بين السلك وبين الفرش بتكون قريبه. بصوا كده مثلا لو نزلت تحت نعمل زوم كده على تحت كده المسافه قريبه جدا اهي، لكن لو انا طلعت فوق بصوا كل ما بطلع فوق كل ما المسافه بتكون ايه
ابعد. تمام، معنى كلامك ده اللي انت لازم تحط المغناطيس تحت في اقرب نقطه من السنسور اللي هو الجهاز ده عشان يديله ايه الامر او القرايه المظبوطه، يعني يديك يقرا معاك، فلازم تكون المسافه قريبه جدا كده يعني. طيب هنيجي دلوقتي هنبدا بقى نحط ايه، احنا خدنا المسافه بتاعتنا الصح اهو، فبنيجي نحط بقى الافزان، بنثبته هنا، بنشيل الاول الدبل فيس ده، هنا في دبل فيس، بتشيل الاول الدبل فيس ده وبتثبت السنسور ماشي عشوائي كده الاول بدون ما تستخدم الافيز. ليه؟ عشان نجرب، عشان الاول تجرب قبل ما تربط بقى ربط النهائي بالافيز. وبتحط المغناطيس كده، طبعا هو بيبقى فيه مسمار من ورا، بتربط المغناطيس وبنبدا نربط المغناطيس ونشوف القرايه فوق هيبدا يقرا معانا ولا لا. بنشوف دلوقتي كده، بنلاقي ان العداد اهو، لفينا الجنط، بنلاقي العداد عمال يقل اهو معانا، 8 7، تمام، لحد اما هيوصل لايه، لو جينا وقفنا الكاوتش اهو خلاص 5-0. تمام، نرجع تاني نقول الفكره بسرعه جدا كده، هي سنسور كده احنا ركبناه في اقرب مسافه من الايه المغناطيس، المفروض كده نطلع نشوف العداد ونلف لفه بسيطه، لو العداد اعطاني قرايه يبقى انا كده ايه ركبت السنسور صح. ابتدي بقى اجيب الافيز، ابتدي اجيب الافزان بتاعتي وايه واثبت السنسور على كده. تمام، هنيجي دلوقتي نطلع فوق اهو وندي لفه بسيطه ونشوف العداد بيقرا معانا ولا لا. نطلعه كده فوق نشوفه اهو، شوف العداد كده اهو بيدي معايا اهو 5 4 3. لو انا جيت وقفت خالص اعطاني 0، لو انا جيت تاني جربت، لو انا جربت تاني اهو هيديني مثلا ايه 7. تمام اهو، حسب بقى سرعتك، كل ما تزود السرعه كل ما يديلك. تمام، وقفنا خالص كده العداد هنا ايه ظبطت السنسور وظبطت كل حاجه. بننزل تحت بنركب الافزان بتاعتنا ويبقى كده خلاص المكنه اللي كانت. حط الافزان اهو يا جماعه، بتتاكد بقى بعد ما حطيت الافيز ان انت ما تحركش او ما تهزش معاك. برضو هنقوله حاجه جميله جدا، ناس كتير بيبقى عندها عداد ويلاقيه فجاه وقف منه، هو ما بصي ولا حاجه، ولكن المغناطيس ممكن يكون يتحرك منه، فمش هيدي الامر للسنسور. تمام، فلازم انت تظبطه وهتلاقيه اشتغل معاك تاني او الايه السنسور. طيب تعال نشوفه كده، ارفع كده العجله ونشوف لفه اهي. تمام كده قريبين جدا هم من بعض ومظبوطين. تمام، بتقص طبعا انت الزيادات دي وبنطلع فوق بقى قبل ما احنا كده خلاص يعني نعتبر ايه الفينش بتاعها. تطلع فوق تتاكد ان العداد شغال. تمام يا جماعه كده شغال وزي الفل. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش الاشتراك في القناه لمتابعه كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم.